كما قلنا في المحاضرة السابقة أو الفيديو السابق إنه في quantifiers with count and uncount nouns، كمان في quantifiers ما نستخدمها إلا مع غير المعدود، الأسماء غير المعدودة زي الماء، الحليب، sugar، rice، time and money also. Here are the quantifiers that we use with only uncount nouns. نستخدمها فقط مع المعدود، not إذا كانت الجملة منفية، عشان كده هو حط بين قوسين much a bit of and little. Would you like a little wine? Could I have a bit of butter, please? These quantifiers are used practically with abstract nouns اللي شرحناها في in the early videos, such as time, money, and travel. A great deal of and a good deal of. It will probably cost a great deal of money. إنها غالبا سوف تكون مكلفة أو سوف تكلف مبلغ كبير من المال. He spent a good deal of time watching television. كان في quantifiers تصرف مجموعة. إحنا تكلمنا إنه في nouns تدل على مجموعة زي family, herd, and so on. So في بداية الجملة تكون ال quantifiers، في بداية الجملة يكون ال quantifiers وبعدها الاسم. Few snakes are dangerous، بعض أنواع الثعابين خطرة. Most children like chocolate، كل الأطفال أو معظم الأطفال يحبون الشوكولاتة. I never have enough money، لم أملك المال الكافي أبدا. أما إذا كنا هذا في الجنرال، في الجنرال إحنا ما حددنا snakes يعني نوع معين أو مكان معين. أما لما نتكلم عن specific group also يكون ال quantifier في بداية الجملة، لكن يكون في معاها معلومات أكثر تحدد الاسم. Few of the snakes in the zoo are dangerous. بعض الثعابين في الحديقة أو حديقة الحيوان are dangerous. Most of the boys at my school play football. حددنا هنا إنه الأطفال في مدرسة أو الأولاد في مدرسة يحبون لعب الفوتبول كرة القدم أو يلعبون الفوتبول. He spent all of the money that we gave him. هو أنفق كل المال الذي أعطيناه إياه. فالquantifiers تكون في بداية الجملة وبعدها الاسم. نستخدم في أنواع الquantifiers كان both either and neither إذا كنا نتكلم عن شخصين أو شيئين. One supermarket, two supermarkets, more than two. That means more than two. بدل ما نقول two supermarkets هنقول both the supermarkets were closed. كلا المتجرين أغلق. All the supermarkets were closed بمعنى إنه المعنى يعني إنه كلها. The supermarket wasn't open. Neither of the supermarkets was open. يعني ولا واحد كان مفتوح. Neither. في كمان موضوع آخر مهم جدا اللي هو ال auxiliaries. ممكن تكون كمان main verbs يعني. Be, have, and do. may might طبعا may might كمان تعبير عن الاحتمالية. أعتقد إنه أخذنا أمثلة في الفيديوهات السابقة. في النفي we mustn't play football، يجب أن لا نلعب. حتى في النصائح must هي الأقوى. لما أقول you must study for the exam معناه إنه هذا الشيء ما فيه نقاش، يجب عليك أن تذاكر للامتحان. غير لما أقول should
ممكن كمان تكون فيها يعني افتراضية أو احتمالية أو حتى نصيحة. If you feel headache, you should go take some rest. إذا كنت تشعر بالصداع عليك أن تستريح. We shall play football. We should play football. We will and would. طبعا would هي الماضي من will. Also could هي الماضي من can. يعني لما أتكلم عن شيء في الماضي مثلا I could play in the streets when I was young. كنت أستطيع اللعب في الشارع عندما كنت صغيرة. So I didn't use can, I used could. I could play on the street when I was young. ممكن أقول نتكلم عن قدرة، يعني شيء المتحدث كان يقدر يسويه وحاليا ما يقدر، ممكن نسيه مع الوقت، ممكن تكون مهارة يعني معينة. Before two years ago, I could run fast, but now I can't. قبل سنتين كنت أستطيع الركض بسرعة، أما الآن لا أستطيع. ممكن تكون بسبب قلة ممارسة or so on. يعني إنه بس حابة أوصل لكم المعنى. فهي كنت زي ما تعبر عن احتمالية كانت تعبر عن قدرة سابقة. إيش الشغلات اللي لازم أخليها في بالي عن المودلز؟ don't use models for things which happen definitely. الأشياء اللي أكيد هتحصل أو شيء مسلم فيه حصولها شيء مسلم فيه ما نستخدم معها المودلز. فأنا زي ما قلت لما أتكلم عن احتمالية. The sun rises in the east. A model can be used in this sentence. تشرق الشمس من الشرق، هذا شيء أكيد مسلم فيه طبيعي، فما حستخدم could ولا should ولا أي من المودل. So they have no s in the third person singular. إذا كان الضمير he or she or it, we don't say cans. ما نستخدم معها third singular اللي ذكرناها في present. You should be careful for this affirmation. Questions are formed without do and does did. Can he speak Spanish? ما أضفنا does زي الأسئلة اللي يكون فيها ال auxiliary أو الفعل المساعد هو are. Can he speak Spanish? هل يستطيع تحدث الإسبانية؟ It follows a main verb in its infinitive. إذا كان بعدها الفعل يكون أساسي من دون أي إضافة. They must read the book. ما قلنا read مثلا أو أي إضافة أخرى. They must read the book. يكون الفعل بالpase form. There are no past forms except could and would. لا يوجد أي صيغة في الزمن الماضي عدا could and would. As I told you, he was allowed to watch the film. سمح له مشاهدة الفيلم أو كان مسموح له مشاهدة الفيلم. When you use the past participle, you tell about things which didn't happen in the past, as I told you. إنه لما نستخدم الماضي والتصريف الثالث للفعل يكون لازم نتكلم عن شيء لم يحصل في الماضي. You should have told me. كان عليه أن يخبرني. للي عنده confused شوية بال long forms وال contracted forms. This is the long form, and this is the contract form. Can't, couldn't, oughtn't, needn't, shan't, shouldn't, won't, and wouldn't. It's very, very easy. You just need to practice these auxiliaries, and it's very common in speaking, listening, reading, and in the all skills of the language. So you need to practice it as much as you can.